السلام عليكم طلاب، هسه احنا اليوم عندنا المحاضره الثامنه اللي هي البيرمننت ماكسيلاري بريمولرز، اللي هي جزء من محاضرات التعليم الالكتروني اللي تعتمده كل الجامعات ودا يعتمده كل العالم بسبب الظروف الطارئه اللي صايره بالبلد. احنا ارسلنا لكم اياها من يوم 17 بالشهر والظاهر ما واصله، هسه هاي بطريقه ثانيه ارجو انه توصل لكم وتفهموها بالصوره الصحيحه. Some characteristics features to all posterior teeth، يعني هاي الفيتشرز اللي حتفرق لي او الصفات اللي حتفرق لي هاي الاسنان عن الاسنان الاماميه. احنا كانت عندنا بالمحاضرات السابقه characteristic features مال الانتيرير تيث، وهسه عندنا characteristic features of posterior teeth. Greater relative facial-lingual measurement as compared with mesiodistal measurement، يعني شنو قصده؟ هسه احنا عندنا هاي منا شنو؟ هذه الجهة ميزيا، هاي الجهة شنو؟ ديستا، هاي منا انا بكال، هاي منا انا لينجوال، فهاي المسافة أكبر من هاي المسافة، relatively يعني بصورة تقريبية، يعني مو كلش واضحة، broad contact areas، يعني ميزيالي and distally they have contact areas not contact point. بالانتيريتيز كانت عندنا شنو؟ contact point، هنا عندنا contact areas. contact areas nearly at the same level، يعني نقطة يعني ال contact area distally and mesially هي تقريبا نفس ال level، من أشوفها من buccally okay or lingually هي بكل الأحوال هي نفس ال level. Less curvature of the cervical line mesially and distally، يعني cervical line إذا هذا هنا عندي ميزيال اسبكت، اوكي السيرفايكال لاين حيكون عندي less curvature، اوكي او ما بي curvature نال. طيب بعدين حنشوفها بكل يعني لما ناخذ اسبكت اسبكت. shorter crown cervico occlusally، يعني من الاكلوزر اريا، اوكي من هاي النقطه اكلوزالي الى السيرفايكال اللي هي هاي النقطه، هاي اقل من الاسنان الاماميه، اوكي زين نرجع. There are 8 permanent premolars، اوكي 8 permanent premolars يعني ايش قد؟ 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، اوكي 4 in each dental arch، يعني 4 بكل dental arch. 2 in each quadrant، يعني هذا الكوادرنت، هاي اثنين بهذا الكوادرنت، اثنين بهذا الكوادرنت، اثنين بهذا الكوادرنت، اثنين بهذا الكوادرنت. They are named so since they located anterior to the molars. The permanent dentition. يعني وين موجودين هن هذول؟ شنو اللي بعدهم؟ هاي مولارز، فهي بري مولارز يعني قبل الاسنان المولارز، قبل الطواحن. The maxillary premolars have shorter crowns، هي اسمها الضواحك بالعربي، عندهم shorter crowns and shorter roots than those of maxillary canine. هسه شنو بده يقارن بينه وبين الكناين؟ لأنه هو أقرب سن من الأسنان الأمامية إلهم. أول شيء هي shorter crowns مالتها اتجان أقل أقصر، والروت هماتين أقصر. The maxillary first premolar is larger than maxillary second premolar. هسه إذا تسمعون وياي الأبر واللور تيث، أوكي؟ فإحنا نشوف بالأبر هذا البريمولر أكبر، الفيرست هذا فيرست، أوكي؟ هذا الفيرست بريمولر أكبر من السكند، هذا همتين أكبر من السكند. أوكي؟ نرجع. هسه هنا اذا شفتوها هسه خلنا هاي الاشياء كلها، شوفوا لي هذا اكبر من السكند، الفيرست اكبر من السكند بالمكزيلاري بري مولرز. طب هو بس بالمكزيلاري بري مولرز. They are also called by cuspid، يعني شنو؟ يعني have two cusps. زين هاي التسمية مو كلش معتمدة، مو هواي نستخدمها، ليش؟ لأنه المانديبولار فيرست بريمولر has one functional cusp، هذا اللور بريمولر، أوكي، have one
functional cusp. هذا هسه خلي بس امسح حتى تشوفوها. هذا البريمولر and the one functional cusp. زين هسه نرجع على شنو؟ نرجع على السلايد الثاني. هسه حنبدي نقارن بينه وبين الكناين او بينه وبين الاسنان اللي بعده. الفورم the labial aspect of the canine and the buccal aspect of the premolars are similar. هسه من عندنا هذا الكناين وهذا الفيرست بريمولر تقريبا بكالي وليبيالي اوكي هما نفس الشكل تقريبا. الفانكشن الفرق بين الكناين والبريمولرز كناين تستخدم تير لتمزيق الطعام بينما المولرز والبريمولرز هي جرايند يطحن يطحن اوكي يطحن. يطحن البوزيشن مكانها وين؟ البريمولرز ار ان ذا سنتر اوف ذا دنتال ارش. شوفوا هالبريمولرز وين صايره؟ هذا الدنتال ارش اوكي هي بالسنتر هنا من هاي المسافه لهاي المسافه هي صايره بالسنتر ومن هاي المسافه لهاي المسافه هي صايره بالسنتر نفس الشيء من اللور. Maxillary first premolar principal identifying feature. هسه حنجي على سن سن ناخذه من الأسنان البريمولرز. أول شيء maxillary first premolar. عندنا identifying features. فالصفات هي تفرق لنا عن السن الأسنان اللي بصفه. أول شيء permanent maxillary first premolars has two cusps. يعني عنده two cusps. هذا واحد هذا اثنين هنا نبين أكثر. هذا اثنين وهذا واحد هناك بكالي هذا لينجوالي هذا هماتين هذا واحد هذا اثنين هذا اثنين وهذا واحد. زين the buccal cusp is longer than the lingual cusp by each get 1 ملم. هسه هنا نشوف هنا الميزيالي كلش واضحة هاي بيناتهم هاي المسافة هاي هي each get 1 مليمتر. زين Medial slope of the buccal cusp is longer than the distal slope. هذا شنو هذا ال medial slope. هذا شنو هذا ال distal slope. فهاي هنا ال distal وهذا ال medial فهذا ال medial slope هو أطول من ال distal slope. It has two roots. The bifurcation is at the middle third of the root. Sometimes it can have a single root with two bulb canals. احنا مثل ما قلنا أو إن شاء الله بالمستقبل تشوفون إنه ما له علاقة عدد القنوات بالجذر. الجذر فتشي الأناتومي خارجي بس القنوات هي لها علاقة بلب السن. فإحنا نشوف يا أما two roots هاي two roots أوكي أو هنا single root أو single root with two canals هاي واحدة هاي اثنين أو single root with two canals هنا ملتقيات هنا مفترقات أو نشوف two roots with bifurcation. زين هسه شنو عندنا؟ عندنا developmental depression on the medial surface of the crown extending to the root. هذا هذا دقيقة هلا أشوفكم إياه دقيقة الأصفر هذا أوكي هذا هو developmental هو هذا developmental شو اسمه الجروف اللي يقطع لنا المارجنال ريدج أوكي هو هذا developmental جروف اللي يقطع لنا المارجنال ريدج. Central developmental groove interrupts the medial marginal ridge. ها عفوا هذا الجروف وهنا عندنا ديبرشن ها هذا هذا ديبرشن هذا الديبرشن اللي صاير هذا ديبرشن وهذا دي في لو
dental groove. هذا developmental depression. نعرف الدبريشن هو مو نفس الجروف، الدبريشن هو انخفاض والجروف هو ساقية. اوكي هسه هناخذ البكال اسبكت. هسه شوفوا لي from this aspect the crown is roughly trapezoidal. زين in shape with شنو the mesial outline of the crown is slightly concave. هذا الميزيال outline is slightly concave. يرجع the distal the crest of the curvature mesial contact area is occlusal to the center of the middle field. هسه هاي منكم اعرف وهسه هاي هنا قلنا هذا شنو نقسم الكراون الى thirds. ما صارت متساوي هذا occlusal third هذا الميدل وهذا شنو هذا السيرفايكال. زين فهذا السيرفايكال العفو هاي الكريست اوف كيرفيتشر اوف ذا ميزيال كونتاكت اريا از اكلوزال. وين صايره؟ باتجاه الاكلوزال. اوكي تو ذا سنتر اوف ذا ميدل ثيرد. اذا هذا الميدل ثيرد هذا السنتر مالته هي صايره شوي اكلوزالي. زين الديستال كونتاكت اريا اوتلاين عفو ستريت ستريت. شوفوا هذا شويه مقوس هذا لا ستريت شوية. هنا عندنا كيرفيتشر عفوا هاي هنا الخط الآن رسمته خطأ هذا. زين هي شوية أكو كيرفيتشر هنا أكو كيرفيتشر يبدي كيرفيتشر بعدين يصعد هيك يصير كونفكس كونكافيتي ذين كونفكسيتي. هنا لا ستريت الديستال ستريت ستريتر ذان ميديا. The distal contact area has a broader curvature than that found mesially. الديستال كونتاكت اريا حتكون شويه الكيرفشر مالتها اعرض من الميزيال with its position slightly more occlusally. يعني مكانها شويه صاير اكثر occlusally. In spite that الكونتاكت اريا are near the same level. نرجع هاي النقطه المهمه اللي قلناها هي واحده من صفات ال posterior teeth كلها انه هي contact area برغم الاختلاف البسيط هي على نفس الليفل. The mesial slope of the cusp بدي احكي على من يال cusp بدي احكي على البكال cusp. اوكي البكال cusp. اوكي the mesial slope of the buccal cusp is straight and longer than the distal slope. وين الميزيال سلوب؟ هذا هذا مال الكسب العفو هذا مو هذا هذا الميزيال سلوب. هذا الميزيال سلوب يبقى is shorter and more curved. اوكي اقصر مثل ما قلنا باول نقطة و more curved. The buccal surface of the crown is convex showing a strong developed middle buccal lobe. هذا convex يعني شنو؟ يعني محدد. هاي هي البكال لوب هاي بالأزرق. اوكي هي هاي البكال لوب. The ridge which is continuous from the tip of the cusp to the cervical line is called the buccal ridge. بس يعني إذا في اليوم جبنا لكم تعريف شنو تعريف البكال ريدج؟ اوكي تعرفون إنه البكال ريدج وين موجودة بالمكزيلري permanent sorry permanent maxillary first premolar. دائما تنتبهون اول شيء الدنتيشن هي permanent لو primary يا arch. اوكي وبعدين السايد طبعا احنا كلها حناخذ احنا الرايت كل الاسنان تاخذوها هي رايت وبعدين اخر شيء التسميه. اي نقطه من هاي النقاط غلط تعتبر التسميه لكم غلط حتى لو بالنهايه اسم السن صحيح بس هو يعتبر غلط. The ridge which is continuous from the tip of the cusp to the cervical line is called the buccal ridge. The lingual aspect trapezoidal like the buccal aspect. Okay? The crown tapers towards the lingual cusp
tapered lingually because the lingual cusp is narrower than the buccal cusp. يعني عندنا taperness, يعني التيبرنس يعني مثل الانحراف او الانحدار, يعني البكال سايد اعرض من اللينجوال سايد, بيش يصير تيبرنس. هاي احنا هاي الطريقة نسميها تيبرنس, يعتبروا هذا البكال وهذا اللينجوال, فهو جاي هيج مثل السلوب صاير. ليش؟ لانه البكال كاسب اكبر من اللينجوال كاسب. اللينجوال كاسب is smooth and spheroidal. Is smooth and spheroidal. The cusp tip is pointed with the mesial and distal slope meeting at right angle. Higher right angle, height is 8 degree. Okay, وهو الفانكشنال كاسب. خلوا بالكم كل الأسنان الخلفية, الأسنان العلوية الخلفية, البليتال أو اللينجوال هو الفانكشنال كاسب. The mesial and distal outlines lingually are convex, being continuous with the slope of the lingual cusp. يعني هذا convex, هيجي convex, لذلك يعطينا شكل السفيرويدا. The lingual cusp is shorter than the buccal cusp, you know, 1 mm shorter. The apex of the lingual root of the two rooted spacemen, يعني إذا أخذنا two rooted spacemen, مو one single root, two rooted, هشوفون اللينجوال أقصر من البكال. هذا بكال, هذا لينجوال. أوكي؟ بلايند, يعني شو بلايند؟ يعني عمية, يعني أو مدورة أكثر. نرجع على الميزيال أسبكت اللي هو ما كان واضح عندكم بالمحاضرة أو بالباوربوينت. The crown is roughly trapezoidal. يعني شنو يقصد trapezoidal؟ هو هذا الشكل trapezoidal, يسموه منحرف. زين, بس هسه trapezoidal هذا الجزء العريض حيكون cervicali. والجزء الأقصف, أوكي؟ أو الأقصر حيكون أكلوزالي. هذني الجزء البارالل المتوازين. Longest uneven side is towards the cervical line while shorter is towards the occlusal portion. أوكي, هاي الأكلوزال وهذا cervical line. The mesial surface shows both the cusp, أوكي, and the cusp tip as well within confines of the root trunk. يعني إذا جرينا من الروت نزلنا, okay, وهاي همتين, هنشوف إنه الكسب موجودة within lines مال اللي جريناها من الروت, يعني ضمن حدود الروت. The lingual cusp is shorter than the buccal cusp. يعني هسه هاي الحشاية حعيديها ثلاث مرات, okay. وبعدين قولوا لي ما نعرف اللينجوال كاسب اقل من البكال كاسب, يابا اقل 1 مليمتر شورتر. زين, باعوها حتى استخدم مساحه حتى تصير واضحه عندكم. 1 مليمتر شورتر, 1 مليمتر شورتر. زين, the buccal outline is convex and the crest of the curvature within the cervical third. هذا البكال أوتلاين هي تبين كونفكس. هي تمأشر بالأسود, خلنا نمسح الخط الأحمر. هذا كونفكس. زين, والكريست وين موجودة؟ بالسيرفايكال ثيرد. هذا السيرفايكال ثيرد ممكن نقسمها, هذا واحد, هذا اثنين, وهذا ثلاثة, هذا أكلوزال, هذا ميدل, هذا سيرفايكال. زين, near the junction between the cervical and the middle third and become less convex till the tip. يعني هو يبدي على نقطة هنا وبعدين يبدي شوي 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 يقل. زين, هسه بعدين شنو عندنا؟ عندنا هسه اللينجوال اوتلاين. اللينجوال اوتلاين هامتين كونفكس and the crest of the curvature within the middle third. اوكي, ذيجي كانت وين؟ بالسيرفايكال. هنا هاي بالسيرفايكال, هاي وين؟ بالميدل. بالميدل ثيرد near the center of the middle third. زين, يبقى عندنا the mesial marginal ridge is at the level of the junction of the middle and contact and occlusal third. Okay, the mesial marginal ridge, when the marginal ridge high, when صار the mesial marginal ridge صايرة
at the level of the junction of the middle and occlusal third. هذه النقطة خط من النقط الأخضر هو هذا الجنكشن. And crossed by the mesial developmental groove. إحنا قلنا هذا هو mesial developmental groove هذا اللي هو يسوي لنا interruption or crossing the mesial marginal ridge. The root is bifurcated for half of the total length. تقريبا هنا ما واضح بالصورة بس المفروض إنه bifurcation تنزل لنص المسافة. Okay. The mesial developmental depression started from the contact area to the bifurcation area. يعني هذا الدبريشن شوفوا لي هذا الشدو الرصاصي هذا الدبريشن اللي حكينا عليه بالسلايد بالبداية هذا الدبريشن هذا الجروف هذا جروف وهذا دبريشن زين differs between this أنا أريد من عندكم تنتبهوا لي على هاي الشغلة هنا من أجيب لكم الفرق بين الميزيال والديستال أسبكت تكتبوا لي بس الديستال اسبكت ماكو داعي تسوي لي مقارنه وتجيبوا لي نقاط وتودوا لي نقاط هيا هاي تم لبلبه ثلاث نقاط the curvature of the cervical line is less distally than mesially there is no developmental groove هيا تم marginal ridge ولا صاعد عليها جلوف ولا ابد there is no developmental depression ها خلص من اجيب لكم الفرق هذا هو الفرق ما يحتاج بس تكتبوا لي difference 1 2 3 خلاص ما يحتاج بعد زين هسه يقول الحكي الاكثر واللي كلش راح يكون مطول بالاكلوزال اسبكت انا شنو عندي بالاكلوزال اسبكت اول شيء عندي هو هكساجونال يعني شنو هكساجونال يعني سداسي اوكي six sided figure the buccal side are the sides sorry are nearly equal يعني هذا مفروض equal ويا هاي بس nearly Okay, equal. The mesial side is shorter than the distal side. نرجع. هذا mesial side is shorter than distal side. Okay. زين. And the mesiolingual side is shorter than the distolingual side. نرجع. Mesiolingual وين هذا mesiolingual side. Shorter than the distolingual side. ما أخذ هاي من هنا وهاي من هنا. هذا العفو من هنا إيش هذا كله وهذا الميزيال أوكي ميزيال لينجوال سايد إز شورتر هذا هنا اللينجوال هذا هنا البكال The distal contact the distal crest of curvature is buccal to the mesial crest of curvature نيجي هسه بس خلينا نمسح هاي هاي distal crest of curvature وهاي الميزيال crest of curvature وهذا هيج هنا بكال فهاي شوية صايرة بكالي عن هاي يعني تيجون هيج تنقطوها شوية صايرة هنا مور بكالي اوكي فهمتوا عن هاي النقطة يعني هاي الميزيال كونتاكت عفوا هاي الميزيال كريست اوف كيرفيتشر وهاي الديستال كريست اوف كيرفيتشر الديستال شوية صايرة بكالي عن اللينجوال The buccal lingual dimension is much greater than the mesial distal dimension. نرجع هاي النقطة قلنا إنه مالتهم الأسنان الخلفية العفو الأسنان الخلفية لكل الناس. أوكي. الميسيال ديستال دايمنشن هو أقل من البوكال لينجوال دايمنشن. شوفوا ليها شلون. هذا شنو هذا؟ بوكال لينجوال دايمنشن. وهذا شنو؟ ميسيال ديستال دايمنشن. الخط الأحمر أطول من الخط الأسود سوري أطول من هذا أوكي this one هذا الريد one longer than this one أوكي the occlusal surface is circumscribed by the cusp and marginal ridges يعني occlusal surface هاي حدوده عنده من اللينجوال كاسب يرجع ميزيال مارجنال ريج يرجع البوكال كاسب يرجع الديستال مارجنال ريج هذا اكلوجن سيرفيس سنترال ديفلوبمنتال جروف ديفايز ذا كراون انتو بوكال اند لينجوال بارتس هذا سنترال ديفلوبمنتال جروف من حيبدي؟ حيبدي من الميزيال للديستال هذا الخط الاسود اللي عندكم اللي دا يومض او دا يرمش اوكي؟ اكستند نيرلي
the distal marginal ridge to the mesial marginal ridge where it's joined the mesial marginal developmental groove. يعني هو هيبدي من الديستال يروح للميزيال وهنا لهنا يتحد ويا هذا ميزيال developmental groove وهذا central developmental groove okay هذا central developmental groove center يجي يتحد هنا ويا الميزيال developmental groove. Mesial and distal triangular foci, okay, عندنا اثنين mesial and distal triangular foci. هاي واحدة هاي distal وهاي الميزيال. بيش راح نشوف عندنا mesial buccal and distal buccal groove respectively. كل واحدة بيها mesial buccal و distal buccal groove حياتها هاي. هذا distal buccal وهذا mesial buccal groove. Okay. That join the central groove, the junction of these grooves make developmental pits. هاي. هاي pits. هاي pits. كنا هنا اتحاد الانشسمة حيكون عندنا ال pits. The grooves, the developmental grooves, يصير عندنا union مالتها هي ال pits. They will cusp shorter and more pointed than the buccal box. Buccal cusp. رجعنا قلنا هو أقل أقصر. العفو shorter lingual هو أول شيء shorter وبعدين more pointed وبعد شنو عدة sharper okay هسا عندنا المكسيلري سكند بريمولر لكن كله الفيرست بريمولر هسا نرجع على السكند السكند ما راح ناخذ من عنده شيء بس هذول الست العفو الثمان العفو سبع نقاط اللي هي شن هي سوري the buccal and lingual cusp are equal in height يعني هسا اذا شفناها هاي هنا equal in height equal in height the mesial slope of the buccal cusp is shorter than the distal slope mesial slope shorter than the distal slope. The mesial surface has no developmental groove العفو depression. هذا ماكو بي depression هنا ماكو. إذا شوفوا ما بي أي depression. mesially ماكو أي depression. has a single root. هنا single root single root هاي single root إذا شفتوا distally أو mesially هو single root. The occlusal surface is more rounded or oval. هذا occlusal surface rounded or oval ذاك كان عندنا hexagonal the central developmental groove is shorter and more irregular شوفوا ليه أقصر و irregular و more supplemental groove and on the occlusal surface هذا واي بيها supplemental grooves زين there is no mesial groove crossing the mesial marginal ridge هاي نقطة مهمة رجعان طلاب تنتبهون عليها هاي أول اختلاف هذا ثاني اختلاف عفوين ماكو depression رقم ثلاثة occlusal surface مالتا oval والcentral والأربعة central developmental groove هو more irregular وعده هواي supplemental groove اوكي okay. نقدر نقول single root بس احنا يعني لأنه ذاك الفيرست بريمولار مرات يجينا سنجل روت يعني ما نقدر نخليها في نقطة اختلاف كلش واضحة بس أول شيء احنا نقول أصلا ماكو ديبريشن ميزيال ديبريشن أول شيء نقدر نقول إنه هاي النقطة الأولى إنه ميزيال ديبريشن نو نو ميزيال ديبريشن رقم اثنين أوفر أكلوزا زين رقم ثلاثة شنو والله قلنا بعد ماكو عندنا ميزيال ديفلوبمنت نو ميزيال ديفلوبمنتال جروف زين ورقم أربعة مثل ما قلنا السنترال ديفلوبمنتال جروف از شورتر شورتر irregular
central groove. أرجو أنه تكون واضحة عندكم المحاضرة، شكرا جزيلا وتعذرونا من التقصير، وهذا يكون واضح عندكم إن شاء الله.